يأكل بعض الحرفية يقول الطمأنينة واجب، وبعضهم يقول هذه الطمأنينة زيادة على النص، النص على الركعة والسجود. هي مسألة خلافية هو يشير إلى هذا. نعم. وقال أهل العراق إن كانت الزيادة توجب تغيير الحكم المزيد عليه كإيجاب النية في الوضوء والتغليب في الحد كان نسخا. لأنه الزيادة توجب تغيير المزيد عليه. الحنفية عندهم أن النية ليست ركنا في الوسائل، إنما النية ركن في المقاصد. فعند السادة الحنفية رضي الله عنهم لو أنك توضأت دون أن تنوي أو دون أن تأتي بنية وضوءك صحيح، لكن عند الحنفية لا تثاب على هذا الوضوء إلا بالنية. لذلك ابن نجيم في أشباه النظائر زاد على السيوط القاعدة، هي القاعدة الأولى عندنا عند الحنفية، لا ثواب إلا بالنية. عند الحنفية الوضوء بدون نية صحيح وتصح به الصلاة، لكنك لا تثاب عليه في الآخرة. فالنية عندنا في الوضوء ليست ركنا عند الحنفية، النية في الغسل ليست ركنا، النية في التيمم ركن عند الحنفية. لماذا؟ مع أن التيمم من الوسائل، قبل أن لفظ التيمم معناه القصد، ولفظ القصد ينبئ عن النية. هذه واحدة. الأمر الثاني قالوا بأن التيمم طهارة ضعيفة لأنها خلف عن الوضوء، فتحتاج إلى التقوية، والتقوية بالنية. الشيخ صفر بن الحنفية لا، قياسا التيمم خلف عن الوضوء، والوضوء لا تشترط فيه النية، كذلك التيمم لا تشترط فيه النية. فالحنفية يقولون إن غيرت الزيادة حكم المزيد عليه فنس، ما غيرتش ليس جنس. نعم. دي الأشياء اللي قالها العراق. نعم. وإن كان ذلك في نص القرآن لم يجوز بخبر الواحد والقياس. عند الأحناف، عند الحنفية قاعدة القرآن لا ينسخ لا بخبر الواحد ولا بالقياس، لأن الأضعف لا يقوى على نسخ الأقوى. الشافعية عندكم يقول لا ينسخ لأن كلاهما وحي، السنة وحي والقرآن وحي، فالوحي ينسخ الوحي. وقال بعض المتكلمين إن كانت الزيادة شرطا في المزيد كزيادة ركعة في الصلاة كانت نسخا، وإن لم تكن شرطا في المزيد لم تكن نسخا. والدليل على ما قلناه هو أن النسخ هو الرفع والإزالة، وهذا لم يرفع شيئا ولم يزيله فلم يكن ذلك نسخا. باب القول في شرع من قبلنا. احنا اتفقنا من أسبوعين على أننا نقف عند المشهد عشان ننتهي من الكتاب. باب القول في شرع من قبلنا وما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة. اختلف أصحابنا في شرع من قبلنا على ثلاثة أوجه، فمنهم من قال ليس بشرع لنا، ومنهم من قال هو شرع لنا إلا ما ثبت نسخه، ومنهم من قال شرع إبراهيم صلوات الله عليه وحده شرع لنا دون غيره، ومن الناس من قال شرع موسى شرع لنا إلا ما نسخ بشريعة عيسى. عندي نسخة، ومنهم من قال شريعة موسى عليه السلام شرع لنا إلا ما نسخ بشريعة عيسى. ومنهم من قال شريعة عيسى صلى الله عليه وسلم شرع لنا دون غيره. وقال الشيخ الإمام رحمه الله ونور ضريحة: والذي نصرت في التفسيرة أن ليش هذا الكلام؟ ومنهم من قال شريعة عيسى شرع لنا من غيره، والذي نصرت في التبصرة. هذه النسخة صح، لأنه مش بيتكلم، التبصرة بتاعته كله مع بتاعته. فيقول والذي نصرت، لو قال الشيخ الإمام يقول عن نفسه أنا، وقال الشيخ الإمام نسخة المحرفة، التوراة المحرفة. مش كده يا إمام؟ حد معاه نسخة ثانية غير دي؟ حد معاه الحلقة دي؟ ماذا في الحلقة دي؟ مسك التوراة المحرفة. والذي نصبت في التفسيرة أن الجميع شرع لنا إلا ما ثبت نسخه. ونحن تكلمنا في المحاضرة الأولى عن التفسيرة وعن هذا الكتاب، وأيما قلنا أنه في هذا الكتاب ذكر قواعد فقط، أما أدلة هذه القواعد والترجيحات وكذا الموضوع في التفسيرة. والذي يصح الآن عندي أن شيئا من ذلك ليس بشرع لنا،
والدليل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرجع لشيء من الأحكام ولا أحد من الصحابة. بل نصر الإمام الرازي في الأصول ونصر غيره أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. الشائع عند المشايخ غير كده. الشائع عند المشايخ وعند الحنفية أن إحنا عندنا تفصيل. لكن الشائع أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا ورد في شرعنا بيه. الشيخ اختار هنا وده كلام الإمام الرازي بأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا على الإطلاق. والحنفية يقول لا، ربنا قال للنبي فبهداه مقتدي. مش كده؟ نعم. فالدليل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرجع في شيء من الأحكام ولا أحد من الصحابة إلى شيء من كتبهم ولا إلى خبر من أسلم منهم، ولو كان ذلك شرعا لنا لبحثوا عنه ورجعوا إليه، ولما يفعل ذلك دل ذلك على ما قلنا. هذا الكلام هو الرابع عند الأصوليين من المتكلمين، أن هذا النص هو الرابع في الإمام الرازي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرجع في الأحكام لا هو ولا أصحابه إلا شرع من قبلنا، إذا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا على الإطلاق. ماشي. ما ورد به الشرع أو نزل به الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتصل بالأمة من حكم مبتدأ أو نسخ أمر كانوا عليه، فهل يثبت ذلك في حق الأمة؟ فيه وجهان. من أصحابنا هل يثبت ذلك في حق الأمة أم لا؟ طبعا في اللغة استعمال أم بعد هل معي، طبعا هي قاعدة منطقية وبلاغية، فيقولون إذا طلبت هل لتعين أحد الشيئين تأبت عليك وأبت أن تستمع إليك، أم تأتي بعد سواء، لا تأتي بعد هل أو تأتي بعد هل. نعم. فيه وجهان. من أصحابنا من قال إنه يثبت في حق الأمة فإن كان عبادة وجب القضاء. فإن كان في عبادة وجب القضاء. ومنهم من قال لا يجب القضاء وهو الصحيح، لأن القبلة قد حولت إلى الكعبة وأهل قباء يصلون إلى بيت المقدس، فأخبروا بذلك وهم في الصلاة فاستداروا ولم يؤمروا بالإعادة، فلو كان قد ثبت في حقهم ذلك لأمروا بالقضاء. قالوا لنا وانت تجيب الشاي وهو يبدأ نايم كده، يعني انت مدلعك بصراحة، مش عايز اتكلم. أنا كنت امبارح في مرسى علم عند واحد اسمه الشيخ جمعة، كان تلميذ سيدنا الشيخ والله كان كثير السنة، ربنا يبارك فيه كويس عليك. باب القول في حروف المعاني. واعلم أن الكلام في هذا الباب كلام في باب من أبواب حروف المعاني يذكرها الأصوليون نظرا لما يترتب عليها من أحكام، وسوف نصل الآن بعض الأحكام التي تترتب على حروف المعاني. حروف المعاني مهمة جدا للمفسر، ذلك السلوط في الإتقان قال باب الأدوات التي يحتاج إلى معرفتها المفسر. إن هذه الأدوات التي يحتاج إلى معرفتها المفسر حروف المعاني. من الأدوات التي يحتاج إليها الأصوليون حروف المعاني. من الأدوات التي يحتاج إليها اللغويون حروف المعاني. فابن هشام في مغني الدبيب في المجلد الأول وجزء من الجزء الثاني تكلم في حروف المعاني. وهي 90 حرفا كما عداها اصحاب مجمع اللغه، التي لا بد ان تحفظ ولا بد ان، لكن الاصوليين لم يذكروا كل حروف المعاني، هم ذكروا الحروف التي يترتب عليها الكثير من الاحكام. واضح؟ بعض الناس في المؤتمرات اللي يدعون التجديد، مش عايز اذكر اسماء، فعاوزين يجددوا اصول الفقه، فانا قلت لهم هتجددوا اصول الفقه ازاي؟ فواحد قال لي هنحذف حروف المعاني. ليس لها علاقة بالأصول. وبالتالي نحذف المقدمة المنطقية بتاعت الغزالي في المستصفى. من قال بأن الغزالي في المقدمة المنطقية في المستصفى قال بأن المنطق من أصول الفقه؟ قرر النص عبارته. قال هذه مقدمة تعينك على فهم الأصول. النص عبارته، فإن أردت أن تتجاوزها فتجاوزها. إذا كنت على دراية بالحدود وبالاستنباطات وعلى دراية بالأقيسة
وبالبرهان تجاوز المنطق. لكن الغزالي لم يكن في مقدمة المستصحب أن المنطق من أصول الفقه. كيف يحذف تقول لي نحذف المنطق من أصول الفقه عشان نجدد أصول الفقه؟ دعاوى التجديد دي دعاوى تخريبية. وراءها ما وراءها الوقت لا يتسع. نعم. واعلم أن الكلام في هذا الباب كلام في باب من أبواب النحو، غير أنه لما كثر احتياج الفقهاء إليه ذكرها الأصوليون، وأنا أشير إلى ما يكثر من ذلك إن شاء الله. فمن ذلك من؟ ويدخل ذلك في الاستفهام والشرط والجزاء والخبر. تقول في الاستفهام من عندك؟ يبقى من تأتي عدة معاني. نعم. الشيخ ابن هشام ذكر لها ثمان معاني. واحنا في كليه اصول الدين في السنه الاولى الشيخ القيع الله يرحمه قرر علينا حروف المعاني. كنا طلبه جايين من المعاد قد صعب على الطلبه جدا. لكنه في اخر محاضره نظم هذه الحروف، نظم بعضها. ربما ناتي لكم فيما بعد لكي يسهل حفظ حروف المعاني. حروف المعاني في غايه الاهميه. في اول حرف جابوا الشيخ من؟ التاء استفهاميه. وتأتي شرطي مش كده؟ نعم. ويدخل ذلك في الاستفهام والشرط والجزاء والخبر. تقول في الاستفهام من عندك ومن جاءك، وتقول في الشرط والجزاء من أكرمني أكرمك. من يعني بقى من عندك؟ تنفع مبتدأ؟ ولا خبر؟ مفيش خبر ليه؟ هو اللي ما ينفعش نخدها اساسا. طيب انا ما قلتش حاجه، انا امنت بالله انها مبتدا. واحد نزل زيي قال لك مفيش خبر ليه؟ تقول له ايه بقى؟ خبر الجزء يتم الفائده. الله يهدمك. لانه يتم الفائده عندك. ابن مالك يقول الخبر جزء المتم الفائده، كالله ضرب وياتي شريك ويموت. كمل الاعراب. عند نقول في الشرط زي ما كان قال الكف كما كان منصوب وعلامة منصوب الفتحه. منصوب ولا مبني؟ لا منصوب. منصوب. منصوب على ايه؟ منصوب وعلامة منصوب الفتحه. وعندك في الخبر شوف عندي دي ملازمة للنص أو مجرورة بمين؟ في كل القرآن في كل لغة من عندك وتقول جئت من عندك. والحريري في المرحلة يقول وعند النصب فيها يستمر لكن بمن فقط تجر. واضح؟ نعم. وبتيجي ظرف مكان وبتيجي ظرف زمان. اتيك عند طلوع الفجر، اتيك عند الجامعه. فتيجي ظرف مكان وتيجي ظرف زمان وتيجي بمعنى الملك كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، يعني ما ليس في ملكك. مش كده؟ نعم. وتقول في الشرط والجزاء من اكرمني اكرمته ومن عصاني عاقبته. وتقول في الخبر تقول في الشرط من جاءني أكرمته ومن عصاني عقبته. ليها شرط فعل الشرط وليها جواب الشرط. وهل المقصود في الجملة الشرطية الجواب ولا الشرط ولا كلاهما معا؟ بعضهم يقول المقصود الجواب وبعضهم يقول الشرط. ده صحيح، الشرط والجواب كلاهما مقصود لأنه لا يتم الجواب إلا بالشرط. واضح؟ وتقول في الخبر جاءني من أحبه، ويختص بذلك من يعقل دون ما لا يعقل. معروف أنهم يقولون بأن من يستعمل للعقل وما لغير العقل. وللعموم والخصوص من وما، والشائع العموم معنى فيهما، ومن على ذوي العقول تحمل، وما يكون للذي لا يعقل. لكن اللغة تستعمل من في مكان ما، وتستعمل ما في مكان من. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ما، فهم عقلاء،
احنا مستعمل. قال فمنهم من يمشي على أرض، بس هذا يكون من باب المجاز، أن تأتي من في محل ما وأن تأتي ما في محل ما، واضح؟ وأي تدخل في الاستفهام والشرط والجزاء والخبر، تقول في الاستفهام أي شيء تحبه وأي شيء عندك، وفي الشرط والجزاء تقول أي رجل جاءني أكرمته، وفي الخبر أيهم قام ضربته، ويستعمل ذلك في من يعقل وفيما لا يعقل. وما تدخل للنفي والتعجب والاستفهام، تقول في النفي ما رأيت زيدا، وفي التعجب تقول ما أحسن زيدا. يعني ما، يعني نحن نريد نعرف بين الجملتين فتستبين معنى ما. تقول في الاستفهام ما رأيت زيدا. تعرفين قصة أبو الأسود الدوري مع الشيخ سعد بن فلان؟
طيب خليك بيانات لغايه كده. في واحد اسمه محمود جايب كتاب رائع بس. كتاب جايب من رابطه العالميه اسمه سؤال العمل. طيب هيجي لك دلوقتي يا عم عباس الدين حمد الله يخليك. والضمير يعالجوا ايه؟ اسمع بهم. ايوه نعالجوا ايه بقى كله على بعض؟ محل نصب. ايه في محل نصب؟ يعني اسمعهم يبقى في محل نصب. والفاعل تمام والاسم أسمع 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 بصوت نحو أختي ماضي على صيغة الأمر. في كل وصف كل وصف وأبصر كذلك فعل ماضي جاء في صورة الأمر. يعني أقصد أنه أكرم به مثلا. لا دي حاجة دي قيمة دي منصوص عليها سماعي. والمسموع السماع لا يقاس عليه. وفي استفهام ما عندك ويدخل في استفهام عما لا يعقل. وقد قيل إنه يدخل أيضا لمن يعقل كقوله تعالى والسماء وما بناها. ومن تدخل لابتداء الغاية والتبعيض والصلة تقول في ابتداء الغاية سر من البصرة وورد الكتاب من فلان. هو في النسخة اللي عندي معلقين حتة دقيقة ولما قال وقد قيل إنها تدخل أيضا لما لا يعقل والسماء وما بناها ما دي معناها إيه؟ موصول السماء والذي بناها. يقول هذه العبارة فيها بشاعة والاستشهاد بهذه الآية وبناها. ما هنا المراد بها الله؟ والله لا يوصف بالعقل. مش كده؟ والله لا يوصف بالعقل. فلو قال مثلا والسماء لو قال لذي العلم أو لو قال لما يوصف بالعلم وما يوصف بالعلم لسلم من هذا الاعتراض. إنما سبق قلم من الشيخ. يعني هو الإمام الشافعي يقول أبى الله أن يتم إلا كتابه. مش كده؟ نعم. ومن معلش يا شيخ الفلاني عليه؟ لا معلش يا سيدي بس كتب أي ومن منها. ومن تدخل لابتداء الغاية والتبعيض والصلة تقول في ابتداء الغاية سرت من البصرة وورد الكتاب. الأصل في من في لغة العرب أنها وضعت للابتداء. تقول خرجت من البيت يبقى من للابتداء. والأصل في إلى في لغة العرب أنها للانتهاء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ابتداء الى المسجد الاقصى انتهاء. خد بالك في فرق بين اصل الوضع وبين المجاز. يعني من تاتي العشر معاني لكن هو الاصل في لغه العرب ان من وضعت لابتداء الغايه وان الى وضعت لانتهاء الغايه. واضح؟ تقول في ابتداء الغايه سرت من البصره وورد الكتاب من فلان. وفي التبعيض تقول خذ من هذا الشيخ اللي كان بيخطب في الصعيد في الإسراء والمعراج يقول لك سبحان الذي أسرى. أسرى بمين؟ بيا؟ بيك؟ بابويا؟ بابوك؟ أسرى بعبدي. من؟ من بيتنا؟ من بيتكم؟ من مسجد الحرم؟ إلى؟ إلى بيتنا، إلى بيتكم، إلى بيت العمدة. قول يا مولانا. وفي التبعيض تقول خذ من هذه الدراهم وأخذت من علم فلان. وفي الصلة تقول ما جاءني من أحد. ما جاءني من أحد، نعرفها إزاي؟ ما جاءني من أحد. نعم. عندنا مشكلة. شيل من ما جاءني أحد. أحد نكرة. والقاعدة النكرة في سياق النفي تفيد العموم. صح؟ ما فائدة من؟ تأكيد التبعيض التعميم. تأكيد العموم موجود من غير من؟ النص على أساس يقولون دقيقة جدا في حواشي المغني
أن من نقلت العموم من الظاهر إلى النص. يعني لما تقول ما جاءني أحد ظاهر في العموم، لما تقول ما جاءني من أحد نص في العموم. خلاص؟ وإذا تدخل الانتهاء الغاية كقولك ركبت إلى زين، وقد تستعمل بمعنى مع. من أنصاري إلى الله؟ يعني من أنصاري مع الله؟ نعم. بدأت هنا إلى بمعنى مع. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، مع المرافق، لكي تدخل المرافق في الغسل. فالمهم أن إلى تأتي بمعنى مع، لكن هذا على لغة الكوفيين، البصريين يمنعون هذا. نعم. إلا أنه لا يحمل على ذلك إلا بدليل كقوله عز وجل وأيديكم إلى المرافق والمراد. الشيخ هنا عبارة دقيقة، الشيخ اعتبر أن حمل إلى أو فعل إلى بمعنى مع مجاز، يحتاج لقليل. لأن الأصل في إلى انتهاء الغاية، عندما تخرج إلى عن وضعها اللغوي وهو انتهاء الغاية، وأن تستعملها بمعنى مع، لابد أن تأتي بقريب. واضح؟ اغسلوا وجوهكم إلى المرافق، يعني مع المرافق. هذا وحده لا يكفي، لكن يستدل بالقرين الفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدير الماء على مرفقيه. واضح؟ نعم. والمراد به مع المرافق. وزعم قوم من أصحاب أبي حنيفة أنهم استعملوا في معنى مع على سبيل الحقيقة، وهذا خطأ. مش خطأ ولا شيء، لأنه ده مشترك. يعني هذا نظرة لغوية، حروف المعاني حقيقة ومجاز ولا حروف المعاني مشترك؟ إنما شو خطأ يعني؟ إيه خطأ يعني؟ أنا رحت الكلمة، درست الكلمة. وهذا خطأ، لأنه لا خلاف أنه لو قال لفلان علي من درهم إلى عشرة لم يلزمه الدرهم العاشر. هذه مسألة أخرى، هل الغاية تدخل في الموية ولا لا تدخل؟ دي قاعدة فيها خلاف. قاعدة، هل الغاية تدخل في الموية ولا لا؟ الحنفية يقسمون بقى كلام في الأصول عالي، عندهم في غاية مد وفي غاية إسقاط. ثم أتم الصيام إلى الليل. الغاية داخلة ولا مش داخلة؟ إلى الليل داخلة، هتصوموا بالليل كمان؟ لا، إذا هتصوموا بالليل يا أبو لا تدخل. إنما ثم هناك امسحوا أيديكم، هناك إذا كنتم لصدق صلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. داخلة ولا مش داخلة؟ داخلة. دي كانت في غاية مد، فمش هنصوم بقى نظر الأحلام. هنا دول الناس الكلام العوام. وكذا لو قال لامرأته أنت طالق من واحد إلى ثلاث لم تقع الطلقة الثالثة، فدل على أنه للغاية. والواو للجمع والتشريك في العوض. قال رجل لامرأتي أنت طالق إن شاء الله، تطلق ولا لا؟ ليه؟ لأنه التعليق على المنقول لا يقع. تمام. بس قاعدة. نعم. لا يقع، تعال مشيت تلاقي انت. قاعدة الفقه. نعم يا سيدي. والواو للجمع والتشريك في العطف، وقال بعض أصحابنا هي للترتيب، وهذا خطأ، لأنه لو كان للترتيب. الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، بل هي لمطلق الجمع. القاعدة، الواو لمطلق الجمع. فقل جاء زيد وعمرو، احتمال أن زيدا جاء أولا ثم جاء عمرو، واحتمال أن عمرا جاء أولا ثم جاء زيد، واحتمال أنهما جاء معا.
الواو لمطلق الجمع. لكن هنا قاعدة مهمة جدا 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 لا تجدونها إلا في الكتب القليلة بالسماع للمشروع. إذا تكررت المعطوفات فإن كان العطف بالواو فعلى الأول، وإن كان العطف بغير الواو فعلى ما قبله. لو قلت لك أرسل الله نوحا وموسى وعيسى ومحمد، يبقى سيدنا محمد معطوف على مين؟ على نوح الأول. لو قلت لك أرسل الله نوحا فإبراهيم فموسى فعيسى فمحمد، إن محمد معطوف على مين؟ على عيسى. أرسل الله نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد، محمد معطوف على مين؟ على عيسى. يبقى إذا تكررت المعطوفات فإن كان العطف بالواو فعلى الأول. الكلمة اسم وفعل وحرف، يبقى حرف معطوف على اسم. الكلمة اسم ثم فعل ثم حرف، يبقى الحرف معطوف على الفعل. إذا تكررت المعطوفات فإن كان العطف بالواو فعلى الأول، وإن كان العطف بغير الواو فعلى ما قبله. أحكي لكم قصة في القاعدة. قال لي أول ما سمعتها في حياتي وأنا طالب صغير من الشيخ الشيخ، فأنا سألته فهمتي؟ قال لي سمعتها من المشايخ. كبرت كنت بقرأ في مدارس الأكاديمية في الأزهر سنة 97 98 مش فاكر، فأنا مثل حواش بقى بقرأ في الأكاديمية، لقيت الشيخ العشماوي عشرة الآجرومي لما جه يكلم الكلمة اسم وفعل وحرف ذكر القاعدة موجودة في حشة العشماوي في أول صفحة. عارفين حشة العشماوي؟ أمدح حشة على الآجرومية العشماوي في القواعد والضوابط، فيها ما ليس في الكتب الكبرى. المهم عرفت القاعدة. قال لنا شيخ في كلية اللغة العربية الله يرحمه كان اسمه الشيخ يوسف الضب، كان علامة الدين، كان بيشرح مبني النبي في كلية اللغة، كان عنده 90 سنة. في يوم من الأيام أنا داخل متعصب في الكلية، كنت لسه مش عارف مدرس مساعد، إيه يا سيدنا في إيه؟ قال لي في قاعدة في النحو، وسألت عليها الشيخ محمود عبد الدين، الشيخ محمود عبد الدين ده كان شيخ أيضا بس أكبر منه في كلية الشريعة، وقالت الألفية والباقي مفيش كلام، مفيش فين القاعدة؟ احنا سمعناها بس هي فين؟ فقلت له يا سيدي في حشد العشماوي على الأرض. قال ايه العشماوي؟ ما يعرفوش المشاكل حوالين السؤال بتاعت العيال دي بتاعت البيبيهات دي، ما يعرفوهاش كيشوان بيشدونا منه، ما بيقرا نون النبي والكتب دي، فين حشد الكرات اللي بتقرا عن الحاله دي؟ هي صغيره كان الشيخ طب عاش ومات، كان الشيخ طب مش الله يحفظه، كان عامل يبدا يقول له الدكتور محمد ده جابني، كان يشبهني بالشيخ المراغي، ولا ده بيجيبها ده جاب القرار ده، ما فيش حد يعرف يجيبها من اساس اللغه العربيه الا هو، لان اساسا ما بيقولوش الحواشي الصغيره دي. ففي المقصد ان الحواشي الصغيره دي كتب الصغيره تجد فيها ما لا تجده في الكتب الكبيره. يعني تجد عند الكفراوي، الكفراوي معلم للاعراب بالدرجه الاولى، ما تستهترش بالكتب. تلقيح الأزهرية أعرب في آخر الكتاب بعض صور القصار من القرآن الكريم، وأتى في هذا الكتاب بالجمل السبعة التي لا محل من الإعراب والجمل التي ليس لها محل من الإعراب. فكل كتاب له ميزة. والشيخ محي الدين في التحفة السريعة عنده مثال كده حافظينه واحنا صغيرين، أي كتاب تقرأ تستفيد، بس هو تقرأ وتنتقد تخرج من بقى.
الواو للجمع والتشريك في العطف. وقال بعض أصحابنا هي للترتيب، وهذا خطأ، لأنه لو كان للترتيب لما جاز أن يستعمل فيه لفظ المقارنة، وهو أن تقول جاءني زيد وعمر مع، كما لا يجوز أن يقال جاءني زيد ثم عمر مع. وتدخل بمعنى رب في ابتداء الكلام كقوله، يعني تأتي الواو بمعنى رب، يسموه رب. وليل كموج البحر أرخى صدوله عليها بأنواع الهموم يتلي، يسموه بيه ورب ليل، مش كده؟ وتدخل بمعنى رب في ابتداء الكلام كقوله ومهمه مغبرة أرجاءه، أي ورب مهمه. وفي القسم أو في القسم تقوم مقام الباء تقول والله بمعنى بالله. يعني عندنا حروف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء، خلاص؟ الباء تدخل على الظاهر والمضمر، تقول بالله لأضرب الباء، بك لا أفعل. التاء تختص بلفظ الجلالة، تالله لأكيدن أصلا. الواو تدخل على الظاهر وعلى المضمر، مش كده؟ وانا بالبداء وتقوم مقام الباء في القسم، كأن الشيخ يريد ان يقول بان الاصل في القسم الباء، ثم الواو تقوم مقام الباء في القسم. والفاء للتعقيب والترتيب تقول جاءني زيد فعمر. الفرق بين ثم والفاء أن ثم للتراخي والباء للتعقيب، الفاء للتعقيب وثم للتراخي. لكن هنا في نقطة مهمة جدا، بتقول ثم للترتيب والتراخي، وتقول الفاء للتعقيب بلا تراخي. لا، عبارته في النحو ايه؟ بلا ايه؟ مهلة. الشيخ العشماوي يقول مهلة غلط، بلا مهلة، يقول مهلة هي عصارة الزيت المغلي. كالمهلة يا شيخ، تجدها في اول العشماوي ايضا لما يتكلم في حروف العطف، واضح؟ فتقول الفاء للترتيب والتعقيب بلا مهلة، مش كده؟ ولما جه العشماوي أيضا يتكلم في الكلام، كلام عند النحويين، قال هناك الكلام بفتح الكاف، هناك الكلام بضم الكاف، هناك الكلام بكسر الكاف. ما الفرق؟ الكلام للجرح. الكلام لللفظ المفيد، الكلام الأرض الصعبة، الكلام الجراح. واضح؟ ومعناه جاءني عمرو عقيب زيد وإذا دخلت السوق فاشتري. لكن يقولون برضو في اعتراض، يقولون تزوج زيد فولد له، وأنت أول ما تخش الأول إلا بتخلف جايب جاهز مع كل. يقولون قاعدة التعقيب في كل شيء بحسبه، التعقيب في كل شيء بحسبه. وإذا دخلت السوق فاشتري كذا، يقتضي ذلك عقيب الدخول. وثم للترتيب مع المهلة والتراخي. مشكلة مع المهلة. مشكلة عندي مع المهلة. إنما الصواب مع المهلة. وثم للترتيب مع المهلة والتراخي تقول جاءني زيد ثم عمرو، ويقتضي أن يكون بعده بفصل، يعني بعده بفترة،
إنما الفاء دون فترة، فإذا اعترض عليك تزوج زيد فولد له، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء له. ده بعد فترة تقول التعقيب في كل شيء بحسبه. وأم للاستفهام تقول أكلت أم لا، وتدخل بمعنى أم مش للاستفهام، هي الهمزة للاستفهام. إنما بيسموها أم الاستفهامية باعتبار الهمزة مش باعتبار همزتها، إنما أم تأتي متصلة وتأتي منقطعة مش كده؟ وتدخل بمعنى أو تقول سواء أحسنت أم لم تحسن أو لم تحسن. نعم تأتي منقطعة من أجل الإضراب بمعنى ذلك. إذا كان ما بعدها مرتبط بما قبلها فهي متصلة، إذا كان ما بعدها لا علاقة له بما قبلها فهي منقطعة. سواء الإضراب؟ الإضراب حاجة، الإضراب الإبطالي أو الانتقالي، مسألة ثانية. وأو تدخل للشك في الخبر، تقول كلمني زيد أو عمرو. أو ليها كم معنى؟ حافظين الألفية؟ الملك يقول خير أبح قسم بأو وأبهمي. أنا بجيب من الذاكرة القديمة. قسم نبي أول فين؟ خير أبح قسم بأو وأبهمي. مش كده؟ بعدين ناقصة كلمة. واشكو وإضراب بها أيضا نمي. تأتي أو للتخير. ذاكر النحو أو الفقه أنت مخير مش كده؟ أو للإباحة كل طعمية أو فوح. وفي غيرهم يبقى دي إيه؟ للإباحة. الإباحة ليه؟ قال لأنه يجوز الجمل، يجوز أكل الاثنين. التخير تزوج هندا او اختها. الفرق بين التخير والاباحه ان التخير لا يجوز فيه الجمع والاباحه يجوز فيها الجمع. يا سنه قديما ما يعت الجمع والخلو والخلو. ماشي؟ خير ابح قسم. الكلمه اسم او فعل او حرف. التقسيم. والإبهام وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أنا بالتردد لكي نصل إلى الحق. خير أبح قسم بأو أبهم. واشكو تأتي للشك. زي إيه للشك؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. وقال بعضهم كفارة اليمين. كفارة اليمين على التخيير ولا على الترتيب؟ بس فيها
الحديث الاولاني. طيب فكفارات الطعام فكفارات الطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أيوة. فمن يقول له دلوقتي على التقريب ولا على التخفيف؟ هل في تخفيف؟ هل في تخفيف؟ هنا تخفيف؟ كيف؟ تأثير أصلا طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. عندكم على التخيير. لكن قبلت من فتاوى النسر اللي هي بتقول ايه؟ فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد والشيخ هو بيفتي يقول له طب استبدلت ايه؟ لا يتأدى الصيام إلا بعد العجز عن هذا. فاهمين؟ لما تشوف التلفزيون طب صوم ثلاث أيام. أو أطعم أو صوم. ما ينفعش هذا. فهو عندما يعجز عن هذا ينتقل إلى الإطعام. فاهمين؟ الإطعام إذا أشد من الكسرى. نعم. وبعضهم برضه لا يذكرون الكسرى. إن مشينا على مذهب التخيير فأنت تقول إطعام أو كسرة. مش كده؟ نعم. لا إن مشيت على التخيير هو مخير بين الإطعام وبين الكسرة. لماذا أنتم تيجي تفت تقول له إطعم 10 مساكين؟ ما دام على التخيير. نعم. راجع عندكم التخيير. وقال بعضهم في النهي تدخل للجمع. والأول هو الأصح لأن النهي أمر بالترك كالأمر أمر بالفعل فإذا لم يقتضي الجمع في الأمر لم يقتضي في النهي. والباء تدخل للإنصاف كقولك مررت بزيد وكتبت بالقلم وتدخل للتبعيد كقولك مسحت بالرأس. ألو مركزي الغالب في السوق اللي في الدرجه طيب اتفضل يا فندم. الدعوة دي دعوة دي من زمان. الدعوة دي من زمان. من فترة طويلة. من فترة الدعوة دي. مرحلة الدعوة دي من فترة طويلة. وصلت على الإيميل، وصلت على الإيميل. فندق حضرتك؟ فندق سفير؟ 29 الساعة كم اليوم؟ 9 صباحا. طيب الموضوع ايه؟ ماشي يا فندم بإذن الله تعالى. شكرا يا فندم، شكرا يا فندم، شكرا. السلام عليكم. قول يا سيدي. والباء تدخل للإنصاف كقولك مررت بزيد وكتبت بالقلم، وتدخل للتبعيد كقولك مسحت بالرأس. وقال أصحاب أبي حنيفة الأصل في الباء أنها للإنصاف، يقول سيبويه في الكتاب كل مواضع استعمال الباء تأتي للإنصاف. الشيخ طارق بن عاشور في التحرير والتنوير يقول كل المعاني تعود الى الاستغراق الى الاستغراق. الشيخ بن عاشور دقيق جدا يقول كل معاني الباء يمكن ان تعود الى الاستغراق اما بطريق الحقيقه واما بطريق المجاز. وذلك كان راجع مذهب الحنفيه في مسح الراس لان الباء للاستغراق. اما قول الشافعيه من تمسح شعرتين الباء للتبعيد العرب لا تعرف ان الباء تاتي للتبعيد.
من أين أتيتم بها لنا؟ لكن الإمام الشافعي حكى في اللغة، لكن هل قال الشافعي بأن الباء فاتت التوحيد؟ هذا من كلام المتأخرين. هل نص الإمام الشافعي على أن الباء تأتي للتوحيد؟ بالتأمين. ما أعرف أصلاً عن ذلك فأقول بالتأمين. وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله لا تدخل للتبعيض، وهذا غير صحيح، لأنهم أجمعوا على الفرق بين قوله أخذت قميصة وبين قوله أخذت بقميصة. هذا الدليل لا ينهض، هو على طول يقول هذا خطأ. هذا خطأ تحت كم لغة العرب؟ ما تقولش هذا خطأ. إيتي بشاهد من لغة العرب، نحن مستمسكون بأصل بأن الباء لا تأتي في لغة العرب إلا للإلصاق. نص سيبويه كده، وسيبويه عندما يتكلم في اللغة إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزام، إحنا نصدقها جدا ونسيب سيبويه؟ معلش يعني مع احترامنا للشيخ. ما قالش الشافعي بأن الباء للتوحيد، هذا السؤال الذي تقوله، هذا كلام المتأخرين. لكن سيبويه في نص، ارجع للكتاب بتاع سيبويه في النحو، يقول الباء الأصل فيها أنها للإلصاق في كل لغة العرب. وده اللي خلى الشيخ طارق بن عاشور يقول بأنها تعود إلى الإلصاق إن بطريق الحقيقة وإن بطريق المجاز. إنما مجيء الباء للتوحيد ماشي، انما ما تقولش انه الحنفيه ما عملناش الباء للتوحيد. اعتقد في عباره بس لا اذكر بالضبط، ابن برهان قال العرب لا تعرف ان الباء تاتي للتوحيد. فعقلوا من الاول اخذ جميعه ومن الثاني الاخذ ببعضه، فدل على ما قلناه. واللام تقتضي التمليك، وقال بعض اصحاب ابي حنيفه رحمه الله تقتضي الاختصاص. هي الباء اللام تاتي للتمليك وتأتي للاختصاص، مش كده؟ وتأتي لإيه تاني؟ لا غير كده، في ثلاث معاني في التحفة الثانية شيخ الدين نبدأ عليهم معاني دقيقة. لما تقول المال لزيد للملك، كده؟ يبقى إن دخلت على من يملك من يعقل تكون للملك، المال لزيد. تقع بين ذاتين، يقولون كده في عبارة الشيخ محي الدين، تقع بين ذاتين ومدخولها يملك. لما تقول الحصير للمسجد بين ذاتين ومدخولها لا يملك، فتقول الاختصاص. ماشي؟ نعم. تبعوها في التحفة السنية. وهذا غير صحيح، لأنه لا خلاف أنه لو قال هذه الدار لزيد اقتضى أنها ملكه، فدل على أن ذلك مقتضى. وتدخل أيضا للتعليل كقوله عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وتدخل للعاقبة والصيرورة كقوله عز وجل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. يعني اللام تأتي للتعليل وتأتي للعاقبة والصيرورة وتأتي زائدة، لكن إيه الفرق بين التعليل وبين العاقبة والسيرورة؟ يعني يقول لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. تقول جئتك لأذاكر عندك، مش كده؟ يبقى علة المجيء إيه؟ يبقى لام التعليل تدخل على العلة، يبقى ما بعدها علة فيما قبلها. أين موضح الشيخ محي في قتل الندى والشذوذ؟ اللام العاقبة ما بعدها ليس علة فيما قبلها. وفالتقطه آل فرعون، فهم التقطوه ليكون عدوا وحزنا، ما التقطوه ليه؟ فكانت العاقبة وكان المآل وكانت الصيرورة أنصار عدوهما، وكما قال يونس لسيدنا علي لدوا للموت وابنوا للخراب. لدوا للموت، العاقبة كده، المآل كده، الصيرورة كده. وعلى للإيجاب كقوله لفلان علي كذا. الأصل في على أنها للاستعلاء الحسي أو المعنوي.
ومعناه واجب علي. وفي للظرف تقول علي التمر في جراب، معناه أن ذلك ظرف فيها، الأصل فيها الظرفية الحقيقية أو المجازية. وفي يوسف آيات للسائلين، ده مجاز. الماء في الكوز ده حقيقة كده. ومتى ظرف زمان تقول متى رأيته. وأين ظرف مكان تقول أين جلست. وإذا ظرف للزمان، إلا أن إذ لما مضى تقول أنت طالق إذ دخلت الدار، معناه في الماضي. وإذا للمستقبل تقول أنت طالق إذا دخلت الدار. وعلى الإيجاد ها وفي الظرف ومتى ظرف الزمان تقول متى رأيت. وأين ظرف المكان تقول أين جلست. وحتى عندي وإذ وإذا ظرفان للزمان، لأن إذ لما مضى تقول أنت طالق إذ دخلت الدار ومعناه في الماضي. وإذا للمستقبل إذا دخلت الدار فأنت طالق، ده جاء قبل البعث. الترتيب جاء قبل، معروف القاعدة، إذ للماضي وإذا للمستقبل. في آية في جزء عامة جاي من الاثنين، من يعرف يجيبها؟ الصبح والصبح إذا والليل إذا أدبر والليل إذ والصبح إذا جاءت إذا للاستقبال وجاءت إذ للماضي. يبقى إذ للماضي وإذا للمستقبل. هنا مسألة أخرى، بيقول أنت طالق إذ دخلت الدار، أنت طالق إذا دخلت الدار. إيه الفرق؟ الأولى يخبر لأنها دخلت بالفعل، والثانية يعلق الطلاق على الدخول في المستقبل. لذلك لما تنازع الكسائي وسيبوي وأبو يوسف، رواية تذكر كده في كتب الأدب لكن فيها كلام، عند الخليفة أيو العلمين آمن، فقال أبو يوسف الفقه معرفة الحلال والحرام، وقال الكسائي النحو به يستقيم الكلام ونعرف فهم القرآن. فقال أبو يوسف بن الفقه، قال الكسائي لأبي يوسف عندك اثنان، واحد قال أنا قاتل زيد، والآخر قال أنا قاتل زيدا، على أيما تحكم بالقصاص؟ قالوا بأن أبي يوسف قال على الاثنين، وقال الكسائي أخطأ لأنك ظلمت الذي قال أنا قاتل زيدا، لأن اسم الفاعل إذا نؤن ونصب مفعولا كان للاستقبال. فهذا لسه يقول لك أنا سوف أقتل زيدا، كيف تحكم عليه بالقصاص؟ بص الجاهل هذا فقير. بيجي المهم بقى، المهم في مسألة دقيقة في الأصول. لو قال رجل لامرأتي أنت طالق إن دخلت الدار، فدخلت، يقع الطلاق ولا لا؟ عند الأئمة الأربعة، مالناش علاقة بابن حزم وابن تيمية وابن الشافعي، مالناش علاقة بيه. احنا ناس نتبع الأئمة الأربعة. أنت طالق إن دخلت الدار فدخلت، طلقت. ما علة الطلاق؟ يقول الكثير من السطحيين الذين بيدرسوا فيه، يقولون طلقت بالشرط بدخول، هذا غلط. إنما التحقيق أنها طلقت بقوله أنت طالق والدخول شرط. في فرق من الشرط والعلة في الأصول. هي طلقت بلفظ قوله أنت طالق، وتحقق هذا بالدخول لأن الدخول شرط.
الشرط، فأنت كيف تقلب الشرط إلى سبب وإلى علة؟ لا لا إما عندك الشرط موجودة تتجوز به. ماشي يا مولانا؟ نعم. شرح ترزق مولانا. نعم. وحتى للغاية كقوله تعالى حتى مطلع الفجر. حتى تأتي للغاية وتأتي ابتدائية. مش كده يا ابني؟ وتأتي عاطفة. تقول قدم الحجيج حتى المشاة. مش كده؟ وتأتي للغاية حتى مطلع الفجر. وتأتي للعطف. وتأتي للابتداء. زي ايه الابتداء؟ حتى ماء دجلة أشكله شربنا بماء البحر ثم ترفعت بماء دجلة حتى ماء دجلة أشكله. نعم. وتدخل للعطف كالواو إلا أنه لا يعطف به إلا البيت. مش كده يا شيخ، البيت ليس هكذا. فما زالت القتلى تعد دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل. يعني من كثرة القتلى ونزول الدم في البحر دجلة اختلط حتى ماء دجلة أشكل. نعم. وتدخل للعطف كالواو إلا أنه لا يعطف به إلا على وجه التعظيم أو التحقير، تقول بالتعظيم جاءني الناس حتى السلطان، وتقول في التحقير كلمني كل أحد حتى العبيد. ويدخل ليبتدئ أو ليبتدأ الكلام بعده. ابتدائية. نعم. كقولك يعني حتى تأتي للغاية وتأتي للعطف وتأتي ابتدائية. أعز لك كده. نعم. كقولك قام الناس حتى زيد قائم. نعم. وإنما للحصر وهو جمع الشيء فيما أشير إليه ونفيه عما سواه. تقول إنما في الدار زيد أي ليس فيها غيره، وإنما الله واحد أي لا إله إلا واحد. ده بقى نفي حصر حقيقي في حصر إضافي. مش كده؟ ولذلك وأن يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أولا إيه الفرق بين الغيب ومفاتح الغيب؟ ويخبر أنه منزل الغيب. لا
لكن ما قالش غير اللي يعلم ما في الأرحام. لكن لما رانا يغلق الباب أمام الأقل وعنده علم الساعة. مفهوم؟ هذا جواب من الأول. جواب المشهور بقى أنه إنه مال العموم يعلم الرزق ويعلم الأجل ويعلم ويعلم ويعلم. ماشي يا مولانا؟ مفاتيح الغيب هي الدساتير الكامنة وراء الغيب. أنا موجود في المضيفة أمامي خمس دقايق. أنا قاعد هو أنا رب تمشي يا ربي. شو هالكلام؟ أنا في المضيفة. أيوة تعال بسرعة. سلام. مفاتيح الغيب هي الدساتير الكامنة خلف الغيب. دلوقتي أنت تشتري سيارة مرسيدس اس 500. عشان أوصل لك المعروف. اس 200. أي كلام اس 200. فأنت دفعت المليون وجبت اس 500. الاس 500 فيها تكنولوجيا أعلى تكنولوجيا في السيارات. مش كده يا أستاذ؟ فأنت بتعرف إيه بالسيارة بتركب؟ تعرف الكلكسون ده مفتاح التكييف، ده مفتاح تثبيت الحرارة، ده مفتاح الكهرباء، ده مفتاح تثبيت السرعة، ده كده. وعند تقبض السيارة صح؟ هذه الأشياء المفاتيح دي كانت في غيب عنك وعرفتها بالتعلم بالإرشاد بالكتالوج. لكن أنت لا تعرف القانون الذي يكمن خلف هذه السيارة في الصناعة. اللي إذا كنت متخصصا مهندس في السيارات في ميكانيكا السيارات. إذا هذه الأمور الغيبية كانت غيبة عنك ثم أنت علمتها بالتعلم. لكن أنت ما زلت لا تعرف القانون الكامل وراء صناعة السيارة. فأنت الآن في الأرصاد تقول بأن غدا الجو مائل إلى البرودة. هذا بالتعلم. لكن القانون الذي يملكه الله في الكون وخلى هذا الجو مائل للبرودة بكرة وللحرارة بعدين أنت لا تعرفه. زي قال وعنده مفاتح الغيب. يبقى لما هي الجماعة اعترضوا علينا لأن القرآن يقول إنه عنده الغيب لكننا نعلم الغيب. نقول لهم لا، القرآن قال وعنده مفاتح الغيب. ماشي وعنده الغيب. لأن المفاتيح الغيب الدستور الكامل والنظام الكوني الذي يقوم عليه. مفهومة دي ولا لا؟ طب احنا عملنا كتير اليوم. هو غزل هو الجدي انتظام ايوه لا انا بس العيد. أنا بقى الويج لازم كنت مسافر، كنت السفر الصبح، يعني نتمنى المرة الجاية نخلص السنة وكان طويل الكلام في السنة. خلينا نشوف السنة غير مين الراجل اللي جاي ده عشان خالص. باب الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجملته أن الأفعال لا تخلو إما أن تكون قربة أو يعني بس. عبادة، قربة يعني عبادة. أو ليس بقربة. نعم. كله بياكل تقول أنا هاكل عشان كان سيدنا النبي بياكل. ينفع؟ قال لك ده أفعال جبلية. يعني لو ما كلش الرسول أو كان أنت هتاكل. بطبيعتك الجبلية هتاكل. فأكلك ليس قربة. مش تقول ده عبادة لأن سيدنا النبي كان بياكل فأنا هاكل. قول يا سيدي. وبالنية تحول لا حاجة تانية. العادات بالنية تتحول إلى عبادات ذكرها ابن الحاج في مدخل. نعم. يعني. فإن لم تكن قربة كالأكل والشرب واللبس والقيام واللبس والقيام والقعود فهو يدل على الإباحة لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر أو لا يقر على الحرام لا يقر على الحرام.
فإن كان قربتها لم يخلو من ثلاثة أوجه أحدها إبا الأفعال الجبلية على الإباحة ليست بقربة ليست بعبادة خلاص؟ طبعاً اللهم إذا أنت تأكل تريد بنية أن تتقوى على قيام الليل مثلاً فيتحول لأن إحنا قلنا قاعدة زمان الأحكام ليست بصفات ذاتية إنما هي عوارض فالشيء قد يكون حراما ينقلب إلى مباح وقد يكون مباح ينقلب إلى حرام وينقلب إلى مكروه وينقلب إلى واجب الأحكام عوارض وليست بصفات ذاتية واضح؟ الأفعال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة هذه ثلاثة أقسام نعم أحدها أن يفعل بيانا لغيره فحكمه مأخوذ من المبين هو فعل وقد صلوا كما رأيتمون أصلي يبين قوله وأقيم الصلاة الطيب أقيم الصلاة دوام لأن الأصل في الأمر أنه الوجوب عند المسلمين يبقى بيانه واجب خلاص؟ نعم فإن كان المبين واجبا كان البيان واجبا وإن كان ندبا كان البيان ندبا ويعرف بأنه بيان لذلك بأن يصرح بأن ذلك بيان لذلك أو يعلم في القرآن آية مجملة تفتقر إلى البيان ولم يظهر بيانها بالقول فيعلم أن هذا الفعل بيان لها فيعلم أن هذا الفعل بيان لها يبقى البيان يلحق بالمبين في الحكم فإن كان المبين واجباً كان البيان واجباً كان المبين مندوباً كان البيان مندوباً مباحاً فمباحاً والثاني أن يفعل امتثالاً لأمر فيعتبر أيضاً بالأمر فإن كان على الوجوب علمنا أنه فعل واجباً وإن كان على الندب علمنا أنه فعل ندباً والثالث أن يفعل ابتداءً من غير سبب فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه وده بقى في الكلام أحدها أنه على الوجوب إلا أن يدل الدليل على غيره وهو قول أبي العباس وأبي سعيد وهو مذهب مالك وأكثر أهل العراق والثاني أنه على الندب إلا أن يدل الدليل على الوجوب والثالث أنه على الوقف فلا يحمد على الوجوب ولا على الندب إلا بدليل وهو قول أبي بكر الصيرفي وهو الأصح والدليل عليه أن احتمال الفعل للوجوب كاحتماله للندب يعني أفعال النبي هل تحمل على الوجوب؟ أو تحمل على الندب أو نتوقف حتى نستبين بالدليل أهي واجبة أم مندوبة والشيخ رجح رأي الثالث التوقف أن فعله لا يقص حكم حتى نتبين وفعل هذا على سبيل الوجوب ولا فعل هذا على سبيل الندب ومن ثم نفعل نحن على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب نعم فوجب التوقف فيه حتى يدل الدليل إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وعرف أنه فعله على وجه الوجوب أو على وجه الندب كان ذلك شرعا لنا إلا أن يدل الدليل على تخصيصه بدليل بل الأصل في أفعاله العموم حتى يرد دليل التخصيص ده مذهب وفي مذهب آخر يقول الأصل في أفعاله الخصوص حتى يرد دليل التعميم يبقى رجع ده إن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم العموم ما يفعله نقتدي به إلا أن يقوم الدليل على أنه خاص به لأن يواصل الصيام من منكم مثلي إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي ماذا خاص به كزواجي بأكثر من أربع خلاص وإن كان بعضهم يقول بأن زواجه بأكثر من أربع كان قبل نزول الآية التي تختص بالأربع نعم وقال أبو بكر الدقاق لا يكون ذلك شرعا لنا إلا بدليل والدليل على فساد ذلك قوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة دي تحمل على الفعل ولا على القول دي على الفعل وقول وما آتاكم الرسول فخذوه على القول يبقى آية تحمل على الفعل وآية تحمل على القول ولأن الصحابة كانوا يرجعون فيما أشكل عليهم إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم فيقتدون به فيها فدل على يعني في عندهم الأفعال لا تدل على شيء يعني
حتى يعني الافعال فيها كلام عند الحنفيه. نعم. فدل على انه شرع في حق الجميع، ويقع بالفعل جميع انواع البيان من بيان المجمل وتخصيص العموم وتاويل الظاهر والنسخ. كل دخلنا في البيان. نعم. تخصيص العام بيان. نعم. تخصيص بيان. بيان المجمل بيان، تقييد المطلق بيان، النسخ بيان. فأما بيان المجمل فهو كما روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم فعل الصلاة والحج، فكان في فعله بيان المجمل الذي في القرآن. وأما تخصيص العموم فكما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ثم روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر صلاة لها سبب، فكان في ذلك تخصيص عموم النهي. وبعضهم يقول صلاة بعد العصر خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا تصلوا بعد العصر دليل العموم. أما تأويل الظاهر فكما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن القود في الطرف. القود يعني قصاص. نعم. قبل الاندمان. فيعلم أن المراد بالنهي الكراهية دون التحريم. وأما النسخ فكما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ثم روي أنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده، فدل على أن ذلك منسوخ. وإن تعارض قول وفعل في البيان ففيه أوجه. بعضهم يقول القول أقوى من الفعل. نعم. من أصحابنا من قال القول أولى، ومنهم من قال الفعل أولى، ومنهم من قال هما سواء. والأول أصح، لأن الأصل في البيان هو القول، ألا تراه يتعدى بصيغته، والفعل لا يتعدى إلا بدليل، فكان القول أولى. بعد الدرس فين يا عبد الروف؟ انت فين يا عبد الروف؟ الكليه فين يا عبد الروف؟ كل مره شيء
هنحضر الدكتور طه Yes.